هذا الكلام هذا كان قبل جائحة كورونا، يمكن العام الماضي عقب ما خلصت أنا في ذاكرة الظل بدت عاد سالفة كورونا ومش عارف كذا يعني. وأتمنى من الله أن يشافي الكل يا رب، يشافي كل مريض ويرحم اللي راح ويحفظ الموجودين. فكنت أسمع وايد يقولون لي الحين إحنا ترى يا جماعة يعني عايشين بروحنا بالبيت وقاعدين ببيوتنا وحضر وهذا، فنبي نضحك صدق بالفعل ترى يعني الواحد يعني إذا قاعد وبروحه يعني حاس إنه مقموت يبي يبتسم يبي يرفع عن نفسه. فلما كلمني أخوي بندر وقال لي إنه مثلا عندي عمل كوميدي وهذا، والله ما ترددت لحظة إن أنا أشتغل منه، خصوصا إن العمل يعني يضم أيضا فنانين أنا أحبهم يعني فنانين كبار وأحبهم وأحترمهم وأقدرهم. أخوي العزيز إبراهيم الحربي واحد من الأسباب الجميلة اللي خلتني أنا يعني أيضا أرجع، أكيد أختي العزيزة أيضا دكتورة أم محمد دكتورة عبير عودة لها وبشكل جميل وبشكل جديد وبشكل مفاجئ أيضا عند الجمهور، متعودين يشوفون مثلا الدكتورة دائما دموع ومتعودين يشوفونها كذي مسكينة، ومع أن دورها يطلب منها كذي، ولكن الآن لا السنة ما بكت كلش، لا 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 ولا دمعها السنة كلش، سواء هني أو سواء في مسلسلها الآخر اللي أتمنى لها التوفيق أيضا فيه، وأتمنى للكاست كل التوفيق اللي هي الوصية الغائبة. غير عن كذي مثلا محمد العجيمي، عبد الله الخضر هذا الإنسان الجميل، محمد الحملي، مجموعة الشباب اللي موجودين، الشباب هذول اللي معاي في بطار، مجموعة الشباب اللي قاعدين يشوفونهم الجمهور الآن، هذول الشباب يعني رائعين أمام الكاميرا وأيضا رائعين خلف الكاميرا، مؤدبين جدا، خلوقين جدا، مثابرين، يركزون، ملتزمين. يعني أنا اشتغلت مع شباب كثيرين، لكن التزام ومحبة وألفة مثل الكالوس اللي شفته منهم في بطار لم أجد، فمحبتي للكل صراحة. صدقوا كان لك تصريح.